واحنا بنتكلم على مصر وبنتكلم على المصريين والحضاره والجينات اللي عند المصريين، يعني شخصيه الكابتن سعده او الدكتوره سعده يعني ده جزء منه، هو ارث تاريخي ومكون وجداني ان في حاله من التصميم والاراده بتستدعى في الظروف او في المواقف الصعبه اللي بيتعرض ليها الانسان. واحنا بنتكلم على الارث الحضاري لازم برضو كل يوم يعني بنحاول او في كل اسبوع بنحاول نبص مع حضراتكم على الحدث اللي بينتظره العالم كله بعد موكب نقل المومياوات الملكيه من شهور. دلوقتي العالم كله بيبص وبيترقب يا ترى افتتاح طريق الكباش الجديد اللي هيبقى في الاقصر يا ترى هيبقى شكله عامل ازاي. بنتكلم على حوالي 2 كيلو 700 متر، يعني حوالي 3 كيلو. العالم كله واقف. ال 3 كيلو دول نقلهم هيتم ازاي؟ ايه اللي هيتعرض فيهم؟ الطريق بقى شكله عامل ازاي؟ الاساطير اللي هتحكى في خلال هذا الموكب وهذا الافتتاح العالم كله هيستناه من معبد الكرنك، يعني حتى معبد الاقصر. يا ترى ال 2700 متر دول هيلخصوا التاريخ ازاي؟ الحقيقه شيء عظيم جدا وجهد كبير بيتعمل دلوقتي على طريق الكباش عشان وضع اللمسات الاخيره، ونتوقع ان شاء الله يكون في تصميمات ل يعني الاوبريت بقى، وبنتكلم على اكيد المشاهد الفرعونيه، بنتكلم على تلخيص للعصر المصري القديم ولطريق الكباش وفكر طريق الكباش واهم المراسم اللي مرت فيه أو مرت بيه يعني من خلال آلاف السنين، أكيد هنشوفها في هذا الحدث العالمي اللي العالم كله أكيد بيترقبه. بتستعد مدينة الأقصر لحدث عالمي يضاهي احتفالية نقل المومياوات الملكية في القاهرة، وهو حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني بعد انتهاء اللمسات النهائية من مشروع إعادة إحيائه. هو واحد من أهم المشروعات القومية في المجال السياحي والأثري، واللي بيضمن للسياح رحلة ممتعة بين التراث والحضارة الفرعونية القديمة. طريق الكباش بيمتد طوله 2700 متر وعرضه 76 متر، بيبدأ من معبد الأقصر بكورنيش النيل وبيوصل لحد معابد الكرنك التاريخية. طريق الكباش هو الأشهر والأقدم في العالم، بيضم على جانبيه 1200 تمثال على شكل أبو الهول وبراس كبش، والكبش رمز للإله أمون بيرمز لحماية المعبد وفق المعتقدات المصرية القديمة. ممر عالمي لم يسبق له مثيل، عانى لسنوات طويلة لحد ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء الطريق وتطويره بمشروع قومي عالمي. احتفالية أسطورية مهيبة هتروج سياحياً لمحافظة الأقصر اللي بتعد أكبر متحف مفتوح بالعالم، وبتشمل الاحتفالية مرور موكب ضخم بيحمل الزوارق المقدسة لفالوس طيبة مصحوبا باستعراضات فرعونية على أنغام أنشودة إيزيس. كرنفال احتفالي ضخم بتستعد وبتتزين محافظة الأقصر ليه من خلال تطوير وترميم عدد من المشروعات القومية في المحافظة، نقطة مضيئة في سجل الحضارة المصرية اللي أسسها الأجداد وبيحميها وبيطورها الأحفاد بكل إخلاص. من مصر، محمد الجباس.